نعود إلى موضوع استعداد الجزائر لتوقيع اتفاق للتسلح مع روسيا والذي تتراوح قيمته بين 12 و 17 مليار دولار. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا من مراكش عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالنيابة بقلعة السراغنة الأستاذ محمد غالي الغالي. أستاذ الغالي أهلا ومرحبا بك. أستاذ الغالي، أي رسالة توجهها الجزائر للغرب بهذه الصفقة وفي هذا التوقيت بالذات؟ على أين فالجزائر من خلال هذه أكيد مرة أخرى بأنها مصطفى إلى جانب روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وبالتالي الحرب ضد أوكرانيا هي ضد الغرب ككل، بمعنى ضد الاتحاد الأوروبي وضد حلف الناتو الذي بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية معنية فيه بشكل مباشر. وأنا هنا أرجع أن إغلاق الجزائر لأنبوب الغاز الذي يربط المغرب بإسبانيا هو البداية الأولى للاصطفاف مع روسيا من أجل التضييق على حلف الناتو وعلى الدول الموالية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا. وبالتالي فمن خلال هذه الصفقة يؤكد النظام العسكري الجزائري بأنه يصطف في هذه الحرب إلى جانب روسيا، على اعتبار أن الدول الغربية المعنية مباشرة بهذه الحرب قد اتخذت مجموعة من العقوبات ضد روسيا، وخاصة منها العقوبات المتعلقة بالتسلح وصفقات الأسلحة. وبالتالي فالجزائر نعم من خلال غالي النظام نعم أستاذ الغالي، في نعم وقت سابق وجه 27 عضوا في الكونغرس الأمريكي رسالة إلى وزير خارجية الأمريكي يطالبونه فيها بفرض عقوبات على الحكومة الجزائرية التي لها علاقات وثيقة مع روسيا من خلال صفقات التسلح. هل حان الوقت لتفعيل تلك العقوبات من طرف الإدارة الأمريكية؟ بل أكثر من ذلك، أن الجزائر متمادية وتعطي رسالة قوية للإدارة الأمريكية بأنها لا تكترث ولا يعنيها هذا القرار الذي تقدم به هؤلاء النواب إلى السيد وزير الخارجية من أجل اتخاذ ما يلزم من القرارات. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد بأنها ستجد نفسها أكثر من أي وقت مضى مضطرة إلى اتخاذ ما يلزم من القرارات، على اعتبار أن القرارات الجزائرية المتعلقة بالتسلح كانت كذلك حتى موضوع قلق ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وحتى الجمعية الوطنية الفرنسية، خاصة لجنة الدفاع كان التسلح الجزائري محط قلق وانزعاج بالنسبة لها، وطالبت بإجراء دراسة في هذا الموضوع. وبطبيعة الحال قدمت هذه الدراسة إلى لجنة الدفاع بالجمعية الوطنية، وكذلك المعهد الدراسات الدولية الاستراتيجية بمقره ببريطانيا، وكذلك معهد ستوكهولم. كل هذه التقارير كانت منزعجة وقلقة من توجه السلاح الجزائري، على اعتبار أنه حتى لو كانت هناك حرب مع المملكة المغربية فإن هذه المشتريات الكبيرة من السلاح تتجاوز بشكل كبير ما يمكن تزويد الحرب أو ما يمكن تجهيزه لمجابهة المملكة المغربية، مما يعني بأن كل هذه الترسانات وكل هذه الكميات الكبرى وهذه الاعتمادات المالية المخصصة لشراء الأسلحة فيها اصطفاف مباشر إلى جانب روسيا. طيب، وبطبيعة الحال الولايات المتحدة طيب الأمريكية فهي تتخذ عقوبات ضد من هو مصطف إلى جانب روسيا. نعم أستاذ الغالي، اصطفاف الجزائر كما ذكرت خلف روسيا ودعمها غير مباشر بإبرام صفقات تسلح ضخمة مع روسيا، كيف سيؤثر ذلك على علاقتها مع الدول الغربية؟ أكيد بأن العلاقات الجزائرية الغربية تأثرت منذ كما قلت إعلان الجزائر عن إغلاق أنبوب الذي يربطها بالمغرب بإسبانيا، على اعتبار أن هذا الإغلاق أثر بشكل كبير على إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية، خاصة في الوقت الذي تضغط روسيا بنقطة الغاز حتى تخضع الدول الأوروبية وتمنعها من مساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا. إذن
الآن الجزائر من خلال هذا السلوك ومن خلال هذا الموقف من دون شك فهي دخلت إلى اللائحة السوداء التي سيتم التعامل معها باللياقة وبالبداغوجية اللازمة. اليوم الغرب، الدول الغربية، الدول الأوروبية بشكل عام هي تعي جيدا بأن الظرفية ربما ليست في صالحها بأن تدخل في صراعات من نوع معين، ولكن فهي تدبر المسألة بنوع من القوة الناعمة حتى على أي تتوفر بعض الشروط يمكن من خلالها اتخاذ بعض الإجراءات ضد الجزائر. دون أن ننسى كذلك اليوم حتى أن ميزانية الجزائر لسنة 2023 هي تتضمن حوالي 6 مليارات كدعم مباشر لجبهة البوليزاريو التي تعتبر الآن حركة انفصالية إرهابية بالنظر إلى علاقتها مع مجموعة من الحركات الإرهابية، وهذا بدوره يقلق الدول الغربية ويقلق الولايات المتحدة الأمريكية. من مراكش عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالنيابة بقلعة سراغنا الأستاذ محمد الغالي، شكرا جزيلا لك.